تجاوزت المبالغ المالية المصروفة للفلاحين من فروع المصرف الزراعي التعاوني في درعا لقاء تسليم محصولي القمح والشعير لمراكز الحبوب وأكثار البذار 174.5 مليار ليرة سورية منذ بدء عمليات التسويق حتى تاريخه. هذا وتتم عمليات الصرف بناء على قوائم تحول من مراكز الحبوب وأكثار البذار إلى فروع المصرف. منح فرع المصرف الزراعي في اللاذقية قروضاً زراعية لغايات متنوعة وبآجال مختلفة، تنوعت بين قرض إنشاء حظائر وشراء أبقار وشراء جرارات وملحقاتها، حيث بلغت قيمتها حوالي 3 مليارات ليرة، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي. كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة تتطلع إلى أن تكون الإيرادات الإجمالية للبلاد من العملة الصعبة 191 مليار دولار في عام 2026. كما ذكر مدبولي أن الدولة تخارجت من عدد من الشركات الحكومية بإجمالي 1.9 مليار دولار، على أن تتحمل الدولة المصرية قيمة الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات من 20 قطاعاً صناعياً. أعلن البنك المركزي الروسي عن بدء اختبار الروبل الرقمي في البلاد عبر تعاملات حقيقية وعملاء حقيقيين في آب أغسطس المقبل، وجاء ذلك بعد اعتماد القانون الخاص بالروبل الرقمي. ويضع القانون الجديد أساساً واضحاً لعدد من المفاهيم، من أبرزها منصة الروبل الرقمي وقواعدها ومشارك المنصة والمستخدم، إضافة للحساب الرقمي أو المحفظة الإلكترونية. وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ إلى باكستان بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 9 أشهر، وتوصلت باكستان والصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء أواخر الشهر الماضي لتوفير التمويل الذي تشتد حاجة البلاد إليه في ظل ما تعانيه من ضائقة مالية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أزمة الديون بالدول النامية تهدد بكارثة تنموية، حيث تنفق الحكومات على سداد الديون أكثر ما تنفق على مجالات الصحة والتعليم، معتبراً أنه نظراً لأن غالبية هذه الديون غير المستدامة تتركز في دول فقيرة، لا يتم اعتبار أنها تشكل خطراً منهجياً على النظام المالي العالمي.